بدي افهم كيف عرف. من تخبيصاتك اكيد مخبصه كثير. انا ما غلطت، السر عند خالي. يا الله شو نفسي اتعرف على هذا الزلمه. خساره الذهبات، خساره، حق محرز. طز ما بيهمني. طز؟ طز ما بيهمك؟ تعرضي حالك للخطر وللسجن وما بيهمك؟ اصلا انا كان كل شيء بيهمني اني اعطي هذا الازعر درس لحتى يحرم يقرب على بنت مره ثانيه. صدقتك. ما بيهمني صدقتني ولا ما صدقتني. اذا يلي عم تقولي صحيح، انت بنت موهوبه كثير، كثير موهوبه. ولو ما الفضل إلك، اكتشفت فيني هاي الموهبة من طفولتي ونميت لي إياها. أصلاً لو كانت السرقة شغلة منيحة كنت أنت بتطلع أب مثالي. عم مسخري؟ مسخري ما؟ مشان الله سامحني، أنا غلطت بحقك. الله يهمك. الله يلعن الشيطان. شو هال؟ مبلغ تافه، سجنتك وعطالتك هاليوم. وأمانة إذا بتحتاج شيء اطلب ولا تخجل، اعتبر محلي محل أخوك، وشو بتحتاج أنا جاهز، بس سامحني. يا سيدي الله يسامح الجميع. حياتي الحتومة. والله يا أخي طمني، شو صاير ببيت أختي؟ حالتها اليوم تصعب على الكافر. مشكلة بسيطة، طمني يا أختي ما في شيء. أكيد ما رح هي سبب المشكلة، شو عاملة؟ خلص خلص، مشكلة بسيطة بنحلت. بس ديعانة هالبنت. ديعانة؟ رح تجيب لها الجلطة لأمها. إيه والله ديعانة يا أختي، بتعرفي عندها طاقة عظيمة وذكاء غير عادي، بس للأسف عم يتوصف بالاتجاه الخطأ. لو هالبنت عندي وضل فوق راسها شوفي شو كنت بطالع منها. بس يا حرام يا حرام، هيك معظم طاقات شبابنا عم تضيع أو تنحرف. حجيب عزيزي شو حالك ولو شبيك؟ بركي عاطيه مشي محل نسياني انت. شو يعني؟ جني؟ والله معك حق، اصلا اللي بيعيش بهالبيت بده يجن. ما مشكلة، المهم سألت امي انت. سألتها، قال ما شافت شيء. عم شو تحكي علي؟ معلش بحيي، علي الطلاق بحيي. بدك شيء؟ سلامتك، شرفتي. رقمي الخاص صار معك يا عروف، لا تبخل علينا باتصال. اكيد. ناطرة تليفونك، باي يا امورة. باي طنط. شو مهضوم؟ الله معك. هاي شيخة شو؟ ايه؟ هاي صيدة بتنصب. وبتعرفي مين هاي؟ ومنكم نستفيد، مين هاي؟ شرفي، شرفي بابا شرفي. استاذ فريد؟ قرا لي برجي. شو برجاه؟ ما بعرف. طيب، رح اقرا لك برجك. منير
رجل آدمي بحب الناس شجاع وقبضاي وبياخد الدواء بانتظار. اللي يا منير عم تاخد الدواء بانتظار؟ لكن عم باخد الدواء بانتظام كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. برافو عليك، خليك عم تداوم على الدواء بانتظام. ايه انا عم داوم على الدواء بانتظام كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. بدي شاي. تعرف تعمل شاي؟ لكان انا كنت بالمستشفى كل يوم كل يوم كل يوم اعمل شاي للدكاترة. عدة الشاي جوا، فوت عميل كاستين شاي الي وإلك. يلا يلا. على مهلك يا منير، على مهلك. اسمعوا له، هذه اخر مره بتعبي فيها مي من السير تبعي، فهمان؟ صبيعك التنتين بكسر لك ياهي. روح كله لمعلمة، روح كله يشتري زيرو عبي منه، فهمان؟ بس أنا حاسب حسابك كاسة شاي. شغل بدك شيء؟ لا سلامتك. الله يسلمك، ديري بالك على حالك ها ودرسي. مو ما هي صار عياس. بعدي خير يا طير. وين داي أفلاقي؟ طلع اتمشى شوي. ايه لا تنسي تمري على خالك فريد تاخدي معي، مشان اذا مارستي هوايتك يقوم يرجع المسروقة. يا ريتك مثله. طيب ليش مين الاولاني؟ اهلا وسهلا، تفضلي امري. شكرا. مو لعندك. مرحبا. أهلين خالو، تفضلي. خالو في أخذ من وقتك شوي؟ إيه طبعا ولو. تفضلي عادي. معلش حابة أتمشى أنا وياك، فينا نتمشى؟ شو عليه؟ شو عليه؟ أصلا أنا كنت بدي سكر وروح على البيت. ما منطول خالو. معناتها خليني أخبر مرت خالك منشان إذا أجوا ولقوا المحل مسكر ما يقلقوا. ماشي شرفي. ايه خالو، صار لنا شوي ماشيين وما قلتي لي شو بدك. في شغلتين. اولا اني حابه اتمشى معك واحكي، وثانيا اني اشكرك. تشكريني على شو؟ على اللي عملته معي اليوم. العكس، أنا كنت متصور إنك مزعوجة مني. ما بخفيك إنه بالبداية كنت مزعوجة، بس بالمقابل كان في سعادة كبيرة جواتي، لأنك كنت خايف علي. رغم دور المحقق اللي عملته، بس عيونك كشفوك
كنت شايفة الخوف اللي جواتك علي، وبجوز هذا الشيء اللي خلاني أضعف وأكشف حالي قدامك. بالرغم إنك ما كان فيك تكشفني لو كان بدي، لأني كان فيني لاقي ميت مبرر ومبرر، بس انشل عقلي عن التفكير، استسلمت قدام خوفك علي. طبعا بدي خاف عليك، انت مثل بنتي. بس مو كل الآباء بيخافوا على بناتهم، بتصدق؟ هي أول مرة بحياتي بحس إنه في حدا خايف علي عن حق حي. تعرفي يا مرح، أنا كتير معجب بذكائك. شو ما جاتي؟ يلا. شكرا. خالو، أنا كرهانة كل شيء، عرفانة من كل شيء حوالي. بس يا خالو هذا هروب وانتحار. ما بعرف، بس ما بعتقد إنه الحياة خلقت لحتى نعيشها بهي الطريقة. كل شيء تافه، كل شيء رخيص. حاسة الدنيا ضيقة علي، كل شيء فيها ضاغط على صدري يا خالي. يا حبيبتي صرخي، صرخي وعلي صوتك. عم يختنق الصوت قبل ما يطلع، عشان هيك استسلمت، أخذت الدنيا لعب وتسلاي، وجيتها مثل ما بدك، بس بطريقتي وبقانوني. أنت صحيح استسلمتي، بس ضل جواتك شيء من التمرد، تمرد العفو، بس للأسف تمرد سلبي. لأنه كل شيء كان أقوى مني. مرح، ضعف قاتل، ضعف الاستسلام يخلي الآخر أقوى، بيخلينا نشوف الدنيا بمنظار الآخر، منفكر بعقل الآخر، لذلك منضل تابعين لشروطه وفلسفته. انت فاهمي علي؟ والأخطر من هذا كله أنه منحط أخطائنا على الآخر، ومنلاقي المبرر والأعذار لكل أخطائنا. ما بعرف، بجوز أنا غلطانة، بس هذا قانون اللعبة، هذا اللي طلع معي. خالو، تعرف انه انا طول عمري عايشة على البحر، بس ولا مرة طلعت انا وابي بالفوكة. بدك تركبي بالفوكة؟ تكرم عينك. ولا هو بس كلي هلا، كلي 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 خالو كلي. بتطير العقل، بتخوات جذابة أنيقة وبنت عز وجاه، وشو فيها بس تقعد تحكي مع يعرب؟ يعرب يا ويلي شو بيصير فيه؟ لا مو بس هيك، خالة خالة مسؤول كبير، مش عارفة على هالسلطة؟ خرجك الله. اي خلص يلا روح، باي. الو، انت لازم تعيدي جمع ورائك من جديد، وتقريها قراءه صحيحه مختلفه بعقلك انت، بروحك انت، وتشوف الدنيا بمنظار جديد، منظارك انت، وحطي قواعد جديده للعبتك، وبعدها اكيد رح تحبي حالك وتحبي الدنيا. والله صعب يا خالو، زمانكم غير زماننا. مساحة الحرية اللي كانت متاحة لكم بزمانكم أكبر بكتير من مساحة الحرية اللي مسموحة لنا. خالو، أنت عندك طاقة إبداعية كبيرة، حاولي توجهيها بشكل صحيح. شلون؟ قلبي المعادلة، حاولي تعطي لحياتك نكهة جديدة، جمليها، حاولي توجهي أفكارك الإبداعية نحو الخير والحب والحياة الحلوة. خالو، هاي فلسفة،
يعني لا تزعل مني نظريات، أنا بدي الواقع. يا حبيبتي هذا المبدأ، وبس نؤمن بالمبدأ يصير صلح الواقع سهل، أو على الأقل يستاهل منا شرف المحاولة. ما بعرف، يعني برأيك في أمل؟ طبعا يا حبيبتي، طبعا في أمل، وأمل كبير. أنا ما بعرف ليش أنت حابسة جواتك مرح المتمردة المتفائلة الذكية اللي بتحب الحياة، ما بعرف ليش حابستيها جواتي. فلتيها، حرريها. ولو مرح، ليش عم تبكي؟ هلو، أنا بعد بكي، أنا مبسوطة كتير، مبسوطة كتير خالو، أنا عنجد رح طير من الفرح. خالو أنا مبسوطة مبسوطة مبسوطة، أول مرة بحياتي فوت عليكي خلينا نفوت اختي، خلينا نفوت. تفضلوا. ولا يهمك ولا يهمك. شبك اختي، خديها غيري لها ثيابها فورا. يلا يلا يلا. مرحبا صهري، كيفك؟ شو عم يبعك المجنونه؟ هاي مجنونه هاي، لك هاي مرح العقل الذكيه. شو عم تساوي انت؟ فرطت البسمه عم ضمها. شو كانك طالع من البركه مثل القط. لك قطي قط لسانك ان شاء الله. عود من العمر، شكلك المروحه بتنشف. شكرا شكرا، خاطرك. مع السلامه. تمام تمام. قوم شوف اختك شو عامله بخالك. خير؟ شو في؟ ما في. خير ان شاء الله. يصير خير يا رب، يصير. برجوازي عفن يا اخي، ربك اشتراكيتك، تخيل اللي خلقك انت اشتراكيتك، روح خليها طعمك خبز. بتضل الاشتراكيه احسن من مصاصي دماء الشعوب وقهر الفقراء والمساكين. لبحة لك نمت بدي الحكي، نمت تخترعه انت. لك اصلا اسمع، اصلا انت واحد تشبع ابوك، تحب الفقر، ما بفقرك العز بحياتك ما رح تكون. لك كيف ما كان احسن من تهريب الحديد؟ لازم تعرف منيحة انه انت ابوك انتوا اللي وصلتونا لهون. تفضل تفضل، اشرح لي كيف. بدي اشرح لك كيف. لك خير حالك، لو انك ابن شي وزير، ابن شي مسؤول كبير بهالبلد، تحت اجرك سيارات وخدم وحشم وعالم وكل الناس بدها رضاك، شو كان ناقصك وقتها؟ لك انت قبل ما كنت ناقص ابوك. شفت هذا تفكير واحد برجوازي انتهازي وصولي، ما بيهمك الا حالك، شو بدك فيه؟ هو حر؟ لا يا سيدي، هي مو حريه، هذا اسمه كبر راس. وانت الصادق كبر راس على الفاضي، بتحداك انت وياه تعطوني سبب واحد ليش رفض المنصب. ليش؟ منشان ما أكون شريك بتغطية الغلط، منشان ما أكون واجهة نظيفة لمشروع تلويس البلد وتخريبه، منشان ما أشوف المثل والقيم عم تنعدم كل يوم وترمى بحاويات الزبالة، منشان ما أشوف الحق عم ينهزم أمام الباطل، منشان ما أكون شريك بضياع شباب البلد والقضاء على أحلامهم وآمالهم وخنق الطموح جواتهم، منشان ما أشوف شاب نسيان حلمه ومضيع هدفه وحاطط مستقبله على كف عفريت ورايح يهرب حديد، منشان ما أشوف بنت مثل الوردة حلمت تركب الموج وتطير تحلق تتحدى وتمشي عكس التيار.
بس الموج كان أقوى فابتلها ورماها بالقاع تختنق وتغرق وينكسر الحلم. مشان ما أشوف شاب عم تاخده الريح وتجيبه وعم يدور حوالين نفسه وما عم يعرف بأي اتجاه لازم يمشي. مشان ما أشوف الأخ بيحتقر أخوه والجار بيحتقر جاره والبشر بتاكل البشر. بيكفي بابا ولا لسه؟ بس هذا الكلام مو مقنع بابا وما هو مبرر كافي. بعرف بابا، بعرف اني ما رح اقدر اطلع الخطأ اللي معشعش جواتك طول عمرك بكلمتين، بس انا براهن على عقلك المغيب لما بيصحى وبيرجع يشتغل صح رح تشوفني صح ورح تفهمني صح. يلا بابا كملوا دراستكم، تصبحوا على خير. شو يا أستاذ زياد؟ نظريات. وحلفت لي مرات عمي انه عمي ما كان بيعرف وظيفة ماهر، ولما عرف يا امي عصب عصب قال والدايق وخلاه تاني يوم الصبح ينزل يقدم استقالته. والله قلبي كان حاسسني انه ظالمه. اي والله الله يعينك يا عمي، يعني شو بده يتحمل لا يتحملوا لك امي؟ خطيته ابي كفي شو انظلم، كمان ظلم اقرب الناس اله. الله يصلحك يا بيي. ليش عم تطلعي فيني هيك؟ لأني زعلانة منك. ليش؟ ليش تخبي علي قصتك مع أبو طارق؟ مشان هيك؟ هي شغلة بسيطة ما بتستاهل الواحد يحكي فيها. بسيطة؟ بسيطة إنه يجي على الحارة ويبهدلك؟ بسيطة إنه يقلعك من بيته؟ بس بدي أفهم شو هي الشغلة اللي مو بسيطة عندك؟ شوفي إذا بدي أقرأ الأمور مثل ما قريتيها أو مثل ما قريها أبو طارق بشوفها كبيرة كتير ومو بسيطة، بس الأمور ما بتنقرأ معي هيك. وكيف ممكن تنقرأ معك؟ هلأ ضروري توجهي راسك بهيك قصة؟ طبعا ضروري يا ستي. أبو طارق بينزعل عليه؟ ما بينزعل منه. أبو طارق ضحية ظلم وقع عليه، دفع ضريبة شيء ما عمله ولا له علاقة فيه. ما فهمت. حجم الضريبة اللي دفعها كانت أكبر من قدرته على التحمل، خاصة إذا كان ثمن الضريبة مستقبل أولاده. لهلأ ما فهمت. طيب يا ستي راح أفهمك. ماما ما راح. قومي اشربي، جبت لك كاسة السمرات. بسم الله.
البنت مثل النار. يا ويلي يا ويلي. كتير منيح ريحتيني بهالخبرية. وتخيل حطوها عندي بالمكتب. ديري بالك عليها الله يرضى عليك، ترى البنت حبابي كتير. اي ما بدي توصاي. هلأ بتعرفي اسم المعلم اللي عم يشتغل عنده أبو طارق؟ شو بعرفني؟ بعدين شو بيهمك؟ لا بس يعني الزلمة عمل منيحة مع أخي، فأقل شيء نعرف شو اسمه. إذا بدك بسألك سهام بكرة. إيه بس يكون السؤال طبيعي الله يرضى عليك، يعني من ضمن سياق الحديث بينك وبينه. أمرك خير إن شاء الله. ألو. طمني دكتور. بسيطة كله منيح والحمد لله. هاي الحرارة نزلة والضغط كويس. حننقلها لغرفة والراقبة بكرة الصبح إن شاء الله بتطلع. شكرا دكتور الله يديمك. ولو ما عملنا غير الواجب معافاه إن شاء الله. الله يعافيك. شفتي بابا اللي ما بيسمع كلمة أبوه وأمه وبيلحق خاله شو بيصير فيه؟ أنا لاني مغرور ولا شيء، بس أنا يا حبيبة قلبي ما بحب أخذ شي مو إلي، واللي إلي ما بسمح لابن مرة بهالدنيا يشاركني فيه. وأناني كمان. بس أنا ما بحب الشراكة. حزاش متمنية هلأ؟ عجزت أن يكون معك. قلت لك أنت مجنونة. أصلاً أنا وقت شفتك جنيت. تمام. شو أستاذ حكمت؟ ما صار وقت نطلع بالطابق اللي فوق؟ إذا بتحب فينا من بكرة نبلش. بحب، هذا سؤال أكيد بحب. إلا كان جهزونا المواد. هاي الأستاذ مازن جنبك، اتفق أنت وهو يوصلوا على المواد فورا. حاضر معلم، عن إذنك. يلا على معك. ألو. أهلين أهلين. وين هربان من الصباح؟ بالشغل. طيب ضروري الشغل اليوم؟ طيب اسمع، ما راح اطلق، بدي اشوفك اليوم ضروري. شو عندك؟ ما عندي شيء. لا بس حبيبتي بالبيت صعب كثير، لانه بيسام بتكون رجعت من المدرسه. ما حدا، ما هيك؟ طب انت ما فيني اشوفك برا؟ ليش؟ نسيت انك خطيبه، يعني رجل مهم، رجل ولا كل الرجال. طبعا اكيد، لانه العيون بتكون مفتحه بالبلد عليك 100%. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. طيب شوف لها تصريفه اليوم. سوزان عمل لك حردانه حردانه، يعني لا فيها تروح لعند امها ولا فيها بعتها لمحل تاني. يا الله ليش هيك انت؟ ليش عم تسكرها بوشي؟ بدي اشوفك، يعني بدي اشوفك. طيب تعال انت لهون. لك شو بك جنيت انت؟ لانه حكيك مو طبيعي. والحل؟ أنا اليوم إذا ما شفتك بطق. طب ماشي ماشي، اتركيني الصرف وأنا برجع بحكي معك. ماشي بس ما تطول، اشتقت لك كتير. يلا باي. فوتي. موجودة برا مدام. يلا جاي. لك أهلين فوفو، اشتقت لك كتير. أهلين فيكي. قلت لحالي بيجي أحسن وش لوش.
أهلين فريال، تفضلي. شبكي ليش عم تتهربي؟ شو ما كانت النتيجة احكي لي، مرتبط يعني؟ بصراحة لا، العمى ما أجدبني، ليش ما بخليها واجهة؟ بصراحة شو سوزان، مشان الله احكي لي، هريتي لي أعصابي. بصراحة في أمل. عن جد في أمل؟ طبعا عن جد. سوزان لما بتحط ايدها بشي ما بصير الا مثل ما بدها. يعني كيف يعني؟ شو قلتي له؟ شو قال لك؟ شو صار معكم؟ شبكي انجلقتي، طولي بالك، قلنا لك في امل، ما قلنا لك الزلمه تبص فيكي. يا رب. والله شكلك وقعانه وما حدا مسمي عليكي. طيب امتى بيبين معك؟ ما بعرف، الشغلة بدها طولة بال. الزلمة شكله عواطفه ميتة، حرام، جوازته القديمة كتير مأثرة عليه، يعني هي طليقته شكله معذبته كتير، وحاسسته انه كرهان النسوان. يا حرام، معناتها قديش معذبته؟ شايفة؟ معذبته كتير. بس المهم انت خليكي مثل ما انت، وانا مثل ما وعدتك. يعني في أمل عن جد؟ خلاص خلاص، نخرتي راسي، قلنا لك في أمل، حلي بقى. كنتي عند لا السلامة أمي، حكيتي مع خالي أني نسوك على البيت؟ بأمي بلا السلامة يا أختي. الله يسلمك. شو خير يا طيب؟ فايق بكير؟ قلقان عليها. الحمد لله عالسلامة يا جاي من السفر، وحشاني الابتسامة وشك ولا القمر. وهي الربعة، وهي الربعة، وهان وربعة الربعة جلا الربعة جلا تربي. هي لا تفرح كثير، لا تفرح. ها حرك هي لك تركب منير، لك هاللعبة بدها حساباتها. والله حرك هي 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 حركها. تكرم عيونك، والله ما راح أخجلك. ها وهي أكلنا ربعة وجوز. برافو عليك يا منير، برافو 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 عليك. لك شلون يا كشتا منير شلون؟ حسبتها. ادعيله ادعيله الأستاذ فريد، ادعيله. أنا كتير بحبه للأستاذ فريد. يخلي لي إياك، المهم تتابع الدواء. إيه طبعا، لك على الأقل ارتحنا من هاي تبعته. لك والله صرت أشوف من بنامي، لأنه أنا ما بشوف غير بالبنام. لك العاب، يلا خلصني العاب. أنا ما بشوف نزني. لا حول الله، العاب يلا خلصني. أنا شايف يعني مسكين كأنه عقلان شوي. أي والله ريح بكتير. شو بالظاهر حن قلبك وأخذته على المستشفى؟ لا والله هيك من الله. ليش خجلك خليل؟ قل الحقيقة. شو لك كاية احكي ولا ابن الحرام؟ هات لشو؟ ما في شي خالتي من صبحي، ما في شي. لا في بتحكي ولا بحكي انا؟ شوفوا لا انت وياه، اذا ما بتحكوا بدي خلي هالشحاطة برجلي اتعلم على جنابكم. احكي ولا تيس. ها جبل الدواء. مين الجاسوس؟ وليش خجلان؟ طلع في خير اكتر منك ومنه، كتر خيره للزلمه.
شو ما سمعت شو ما تقولي نغمة جديدة هي أم صبحي يكون مأثر عليك يبو علي؟ لا كل شيء لحاله، كل شيء بيندهله باسمه، عمل خير بينقال عنه عمل خير، والندالة بينقال عنه ندالة، يعني بفهم منكم انه موقفكم في ندالة، ولك بو على شواربكم وافتلوها بعدين. ايه هوني شو علي 45 15 يلا شوفك بعدين. وينو؟ ليش ما عم يجي؟ ليكون فكرني اني بعدني زعلانة. يا الله شو بدي ساوي؟ ذكريته الحلوة يفصفص عظام قلبي يا رب. نار يا حبيبي نار، نار شعلاني بقلبي من كتر الشوق والحنين. عيب عليك، مانك شايف العالم؟ قصائدي قبلك يا حلوتي كانت كلاما مثل كل الكلام. هي مطلع قصيدة جديدة كتبت لك اياها، وإلك علي كل يوم اكتب لك قصيدة، بس أنت جمعيهم وأنا بطبعهم بديوان بهديك اياهم يوم خطبتنا. بس أنا لساني زعلانة. لك أنا ما فيني على زعلك، بموت إذا شفتك زعلانة. شو هاد؟ مين ضربك على وشك؟ لا هي خناقة مع واحد أزعر، لا تحطي ببالك. خلص لا تضيعي لي فرحتي فيكي. تعي 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 تعي. نعم. وين كنتي بابا؟ بالمدرسة. وهي تياب راح فيها على المدرسة؟ هاي تياب راح فيها استغفر الله العظيم. إياك ثم إياك تشوفك مرة تانية لابستيون. أروح شوف البنات بالشارع كلهم لابسين. خلاص ولي عم بتردي كمان؟ الله يطعمك تشوفك فيه مرة تانية. نقلي بلي نقلي يلا بس مو للمدرسة. سمعت بالبنت اللي سرقت محل الذهب؟ ايه سمعت، بس طلعت مو سارقتهم رجعتهم. يعني طلعوا الشاب من السجن؟ اكيد طلعوا لانه هو اصلا ما له علاقة. يا حرام، بيكونوا هلكوا من القتل قبل ما يطلعوا. فشر بكسر ايدهم. ليش بتعرفه؟ رفيقك قصدي؟ لا بس يعني افترضت لو انا محله. ايه بس بيستاهل مشان يحرم يلطش على البنات. يعني شو بيجي من ورا هالطلطيش؟ يعني بس البنت بتطير العقل، لا تقاوم. ليش بتعرفها؟ لا بس يعني خربطت له مخه الخربطة وخلت عقله يطير ويمشي وراها مثل. يعني لو كنت محله كنت بتلطش عليها؟ أعوذ بالله، أنا من يوم اللي وعدتك ما لطشت على بنت. بعدين يعني هيك اللي بيشوفك عاد له نفسي لطش على حدا. حياتي يدي. بيسان حبيبة بابا، بيسو يا بنت الكلب. نعم. الله ينعم عليكي. هاي سمعتي يا حبيبتي ما هيك؟ انزلي بابا الله يرضى عليك، انزلي. ما بدي. حب تنزلي؟ بدي احكي معك كلمتين. تعي ولو بدي سلامتك، بدي احكي معك كلمتين. تعال زين. حاشتك عمو، حاشتك لقيته. انا اللي عم بدلك. بابا بدون زعل، هيك تياب ما بتناسبنا. اوكي لا عاد تلبسيها. شو مشتي لي للماما؟ يعني بابا حبيبتي حاجز علي حرام. اكيد هلا بتكون كثير مشتاقه لك وتكون كثير ادمانه كمان لانها ضربتك.
بعرف. طب بابا شو رايك اخذك بالسياره ناخذ شويه اكلات طيبه وتروح تزوريها؟ زياره بروح، بس ارجع اسكن بهديك الحاره مستحيل. هو بابا انت بتعرف عن وضع البيت. شو بوضع البيت؟ ولا قصدك انه انا مع امي ما رح ارجع اسكن؟ يا حبيبتي يا بابا بكون افضل. هلا انت بتفهمي على الماما والماما بتفهم عليك اكثر مني، والله احسن لك. يعني بفهم من حكيك انك عم تقلعني. لك لا يا بابا، ليش هيك فهمتيها؟ هلا انا بطلع على شغلي، ما بعرف امتى برجع، بعدين انت صبيه وما بصير تضلك لحالي بالبيت. شغل ولا بلا قل الذوق. لك انا بدي افهم، انتوا ليش مو قادرين تحملوا مسؤوليه اولادكم؟ لك ليش بتتجوزوا وبتخلفوا اولاد وبتشتغلوا بالشارع؟ لك بابا هلا انت ساكنه بالشارع؟ الشارع احسن من السكنه بهديك الحاره، ويكون بعلمك انا على هديك الحاره مالي ساكنه وهي مسؤوليتك تصطفل. بس يا قليله الادب. هلا بتجي بتتفقوا وبتخبروني انا بغرفتي.